ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هرددشت. يا هلا بالضيف. الكرم غطى لك العيب، كذلك يقول المثل، مما يعني أن للكرم عندنا مكانة كبيرة وضخمة، فهو البوابة التي يحوز بها البني آدم في بلادنا على الرضا. للكرم أشكال وألوان لا تعد ولا تحصى، لكن الشكل المعتمد عندنا موحد مرتبط بالكرم المادي فقط، وعلى اعتبار أنه كرم مادي فهو ملموس. لذلك ما أن يأتي الضيف طارقا الباب حتى يستقبله المضيف بصحبة خروف مسكين صدر الحكم بذبحه الآن، ويدخل الضيف قافزا فوق الدماء وقد انفرجت أساريره، لأن المضيف عرف قيمته. فذبح الخروف للضيف هو من دلالات الاحترام، لكن الاحترام الشديد هو أن تستقبله بالدماء، إذ يحدث أحيانا أن يأتيك الضيف ولا يكون هناك خروف جاهز، فتشعر بالارتباك والإحراج وترحب به بالكلمات المعسولة محاولا أن تلهيه عن التفكير بالخروف، إلى أن يتم إحضار الخروف الهارب وذبحه أمام أعين الضيف الذي سيبتسم متنفسا الصعداء، فقيمته محفوظة لدى مضيفه. إذن وإذا حدث وأتاك ضيف فذبحت له خروفا وجلستم تشربون القهوة يا طويل العمر بانتظار تجهيز المنسف، ثم أتاك ضيف آخر فماذا تفعل؟ المنسف سيجهز بعد قليل والطعام يكفي عشيرة ما شاء الله، وما من مشكلة أليس كذلك؟ بل هناك مشكلة، فالطعام هنا ليس ماديا بحتا، إن قيمته المعنوية هي الأهم، فالضيف يقيس أهميته وقيمته بالخروف المذبوح على شرفه حصرا. لا يمكنه أن يجلس إلى منسف ليس له وأن يأكل خروفا ليس مذبوحا خصيصا كرمال عينيه. لذلك فإن الخروف الثاني سيذبح بدون تردد، هذا واجب تجاه الضيف، حتى لو استعرت الخروف من قطيع جارك فالضيف صار على عتبة دارك، والناس ستسأله حين رجوعه عما أكل عندك كسؤال أول بديهي. فإذا كانت الإجابة لا تتضمن خروفا مذبوحا أمام الباب فإن سمعتك ستذبح في الأنحاء. لكن الزمن دوار وحال البلاد والعباد تدهورت، ولم يعد هناك من يذبح خروفا للضيف بهذه السهولة. نزلت قيمة الضيف وتسعيرته من خروف إلى ديك حبش، ديك العلو يعني، ومع التدهور الزائد صارت الدجاجة هي القيمة النهائية للضيف. سعرك فروج شئت أم أبيت، ويا هلا بالضيف، والله ما في شيء من قيمتك يا معلم، وجود بالموجود، وفرجي أزرك ولا تفرجي بخلك، وغيره من الأقوال الداعمة لموقفك الاقتصادي المتدهور. حتى غدت هذه الأقوال مطلوبة كي ترضي غرور الضيف غير الراضي أساسا. للظروف أحكام، وكان زمان لما كان الضيف لا يبتسم إلا إذا ذبح الخروف أمام أعينه، فهو لا يقبل به جاهزا على المنسب فقط. المسألة ليست مسألة أكل، المسألة مسألة قيمة واعتبار، وقيمة الضيف لا تعلو إلا بذبح خروف، وقيمة المضيف لا تعلو إلا بذبح الخواريف. حتى سمي من يدفع المال ببذخ في المدينة بالخروف، اسمه خروف، والشاطر اللي بيسحب منه المال هو الجزار، سواء كان قرصونا في مطعم يطنبره بمعسول الكلام ويأتيه بفاتورة ما أنزل الله بها من سلطان ويخورفه بها، أو مطربا يحييه على الميكروفون ويشيد به أمام الجمهور وألف تحية لطويل العمر فلان، فيرمي طويل العمر بالأوراق النقدية على رأس الفنان ويلم أطفال المجاري الليلية الأموال من تحت الأقدام ويضعونها في سطل، ثم يقدمونها لصاحب الملهى بكل احترام. حمى الكرم تجتاح العربان أيما اجتياح، عندما تهتز الصدور والخصور والأرداف فتراهم يرمون بالأموال على الصدر المعروق المهيب بكل صدور رحبة، بل ويتمادون في الكرم فيرقصون وهم يرمون الأموال على صدور الراقصات على أنغام التحيات الموجهة لبلادهم ولزعمائهم. هم يرفعون رأس الوطن عاليا الآن في المحافل الدولية، أسماء أوطانهم أطحت على كل لسان، خواريفك يا وطن لم ينسوك، لم يوجهوا التحية للراقصة فقط ولا للمطربة فقط ولا للأفخاذ فقط ولا للصدور فقط، لا، وجهوا التحية للوطن أولا، وللزعيم المفدى ثانيا، وللشعب ثالثا،
خاروفك يا وطني، لم يبقى كبري لم يتم ذكرك فيه، لم يبقى ملهى لم تهتز رجاءه باسمك، لم يبقى مطرب لم يلفظ اسمك، لم تبقى راقصة لم تحفظ اسمك. أنت أشهر وطن في ملهى الحصان الجامح في الكريزي هورس، أنت أشهر وطن في كازينو الجوهرة، وشعبنا أشهر شعب في البارات والكبريهات. خواريفك يا أيها الوطن لا نعود إليك إلا عندما نفلس، فنملأ الجيوب من جديد بالمال، ونهرع إلى بارات الغربة وملاهيها الليلية للنضال، ونرشرش المال حتى ينتهي، فنعود إليك من جديد حزانا كعربان يعودون إلى الوطن. هكذا حدثنا عن دمشق. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.